مرة كما يذكر الدكتور زايد الجهضمي عن سماحة شيخنا الخليلي حفظه الله أنه مرة من المرات أقلقه أمر بسبب اتصال أتاه في منتصف الليل، فأقلقه الأمر، فعندما قل مضجعه وأوجس في نفسه خيفة من ذلك لجأ إلى مصدر أنسه وينبوع راحته. مصدر الأنس وينبوع الراحة هو ذكر الله تعالى، فلجأ إلى الذكر فجلس يقول: اللهم أكفنيهم بما شئت، اللهم أكفنيهم بما شئت، اللهم أكفنيهم بما شئت. ثم أتى بالآية الكريمة: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. كم مرة؟ مرة ولا مرتين؟ 10 ولا 20؟ 100 ولا 200؟ 1000 ولا 2000؟ كما جاء في الرواية وفي القصة أنه أتى بها 3000 مرة وهو في جلسته، 3000 مرة بنفسه جالس. ثم بعد ذلك أخذته سنة من النوم فنام، فرأى في منامه رؤيا على أنه محاط بسياج متين. هذا السياج ليس بطين ولا طابوق ولا إسمنت ولا رصاص ولا فولاذ، وإنما ذلك البناء وذلك الجدار الذي هو محاط به هو جدار مبني بقوله تعالى: فسيكفيكهم الله والسميع العليم. السبب أنه أكثر من ذكر الله، فلذلك استبشر بها خيرا في ذلك. وهذا الذي يكثر من ذكر الله تعالى، تجد أن الإنسان عندما يكثر خاصة في مجال الخلوات تجد أنه إنسان إيماني مرتبط بالله ارتباطا وثيقا في ذلك.